الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتمنع منعاً باتاً تناول الكافيين لكل الأطفال اللي عمرهم تحت 12 سنة، وللأطفال اللي عمرهم ما فوق 12 سنة بتنصح أنه ما يتناولوا أكثر من 100 ميلي جرام من الكافيين. وهذا رقم كتير مهم ننتبه له، لأنه مشروب غازي أو مشروب طاقة واحد في أكثر من 250 ميلي جرام من الكافيين، اللي هو كتير فوق المعدل اللي مفروض أن الأطفال أو مسموح للأطفال أنه هن ياخدوه. فانتبهوا كتير منيح، مش بس عشان عبينا نشوف ابننا أو بنتنا عم تشرب شاي أو قهوة، يعني نعودهم أنه ياخدوا شفة أو من هون أو شفة من هون. وبليز اقروا المكونات أو الانجريدينس الموجودين على العلبة لحتى تشوفوا قدي كمية الكافيين اللي هي موجودة بالمشروب.